فيما أبيض، وهي في الحقيقة أنا الوالد ديالي سوداني من مدينة الأبيض السودان، جدوده من سائر ما هو خلق في فاس، قريت السنداسة عن قطيبوت، ومن بعد مشيت سيدي محمد الخامس، قريت 51 51 52 53 كنت مجتهدة لا في العربية ولا في الفرنسية. ومن بعد الوالد ديالي ملي كبرت بغا يخرجني من المدرسة، جات الفرنسية والأستاذة اللي كتقريني جات تنعمنا، كنا ساكنين ديك الساعة في السواني حدا حمام التوزاني، جات تنعند الوالد كنصلي كتقول له هي كتقرا مزيان ميمكنش توحشم وخلاني نرجع من المدرسة. مشيت لمدرسة المعلمة في الدار البيضاء، كنا بخمسة بينا زبيدة الوريغلي عتيقس الشعوي، المهم باس ولد الريحاني الله يرحمها مسكينة، زينب الحسناوي عينوني في مدرسة المدرسة ديال الذكور سيدي محمد بن عبد الله. الكرسي زولته ما خصنيش الكرسي، صغيرة وصحيحة وصحة وهادي، كنت كنخدم كان فرحان بزيا بزاف ديك محمد السماعي الله يرحمه مسكين الله يطلق عليه كله. والمهم دوزت من بعد تنقلت عبد الرحمن المكي، دوزت تعليم ديالي فرحانة فرحانة بزاف، عاجبني الحال وكنخدم وكنعملو خرجات وكنعملو الغداوات مع بعضنا، كل مرة في دار كل مرة كنمشيو لدار كنعملو الغدا. كنعملو واحد مرة أستاذ أجبر كان مشى للحج وشرينا الحاولي وديناه له ومشينا عندو الدار وزعما عملنا الميدة، عملنا الميدة الميدة هادي، ومشينا من المدرسة خرجنا ومشينا عندو كان ساكن في الحومات بلجيكا الله يرحمه مسكين الله دخل عليه الرحمة. وزعما الحياة ديال التعليم دوزنا غزالة، زعما أنا ملي كنسمع دابا المعلمين كيبداو يعاودو كنبقى غير مساعجبة، أما حنايا زعما كانت الحياة ديالنا بسيطة وكانت المحبة بيناتنا، كنحبو بعضنا وكنوقفو مع بعضنا، زعما داكشي وهيداك. وحنا باقيين ملي كنتلاقاو ملي كنتلاقى شي واحد كنعرفو بحال لي كان زعما بحال لي واحد الحنين، كنحسو بواحد الحنين ديك الزمان وديك الوقت وديك اللي دوزنا. حنا كان عندنا بحال الفقير بحال غني بحال متعاشرين، ما كنعرفوهمش كأغنياء متعاشرين كضعاف. انا كنت فقير، انا تربيت اسره فقيره جدا فقيره، الوالد ديالي كان بناي راجل كبير، جيبوا التصويره ديال الوالد راجل كبير وهيداك، وكان كيخصني القرار ونوصل ونخدم وخدمت وشبرت الفلوس وفرحانه بديك الفلوس وقلت كيف كنت حرص كندي للوالد. حياتي ديال التعليميه كامله كنوسه مزيانه الحمد لله، ومزيانه هي ملي التلامذ ديالي ملي كنجوز وخصوصا في المصلى الحمد لله يا ربي كنشكرو اللي طول لي في العمر حتى شفتكم وحتى تلاقيت معاكم. ما عندها حد ولساني عاني عاجز عن التعبير. نهار اللي عيطوا لي تغديون عندي من ديك النهار وانا فرحانه، واحد الفرح عندي في قلبي زعما ما عمري زعما حييتوني حييت. ولكن انا فاجأتوني انا حييت حييت وكنتسنى هذا النهار بكل الله يكبر بك يا استاذة، واحد الشوق خصني نشوفكم. صباح الخير.
استاذه فاطمه اخت ومعلمه معنا، هذه دازت الحياه ديال التعليم ديالنا، عمرنا ما عرفنا شي حاجه ديال الخصام ولا شي حاجه ديال سوء التفاهم ولا اي حاجه، دائما نعم نعم لا لا، ما فيها لا هذه ولا هذه. اخت فاطمه ما ننساها حتى شي واحد، عمرها ما تنسى، من ايام الدراسه ديالها الى الان، ومحبوبه عند الجميع، وكانت استاذه مقتدره، استاذه حازمه. يعني اذا عاودتي لها المآسي ديالك ولا شي حاجه كتحف يعني كتخب يعني كتساعدك من غير ما تستغل الفرص وتعاود من موراك. انا كنقول هذه والله عمرها وقفت عليها من جميع النواحي. القصري بالنسبه لنا كانت ماشي غير معلمه معنا، كانت اخت وكنفتخروا بها. والله العظيم وكنشكرها بزاف على هذه المبادره اللي عملتها. هي جده ديالي وانا كنفتخر بها في جميع الانجازات ديالها والنجاحات ديالها. الطبع ديالها فيه صرامه وفي نفس الوقت حنين وعطف. هي دائما كتركز معنا على الدراسه ديالنا وكتقول لنا انها مهمه بزاف واننا خصنا نردوا بال معاها، ودائما كتفكر فينا وكتتعامل معنا بحنان وعطف وحب. كنبغيوها بزاف وكنقدروها على الانجازات ديالها في العمل ديالها وعلى التصرفات ديالها معنا وعلى اللي عملته من اجلنا حنايا كاشخاص. انا خلقت في الحرب العالميه الثانيه. انا قلت كنا عندي واحد تكون عندي جاوا قالوا لي العساس ديال العماره، قال لي هذا راجل كبير هذا يكون قرا عندك. قلت انا هبطت للعقار المصريه ديال شوف ويا خلقت. قال لي قلت له خلقت في الحرب العالميه الثانيه هذا ما يكونش التلميذ ديالك.